السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، معاكم وعد وحشتوني جدا. وصفة النهاردة تحفة يا بنات، خطيرة، هتخلي الشعرية بتاعتك كده ماسكة نفسها تقيلة، يعني مفيش تساقط ومفيش كمان هيشان ومفيش تكثف، الشعراية بطولها كده مفرودة طويلة كثيفة ان شاء الله في مدة قصيرة جدا. حطي لايك فضلا وليس امرا عشان نشوف احنا معانا ايه. ورجعنا تاني يا بنات، اتفقنا فروة راسنا زي بشرتنا بالظبط، لازم نعملها مرتين او مرة على الاقل مقشر، شوية سكر خشن على شوية الشامبو اللي بتستعمليهم، ونبتدي ندعك فروة الراس كويس عشان نزيل خلايا الجلد الميتة، ولو في قشرة تتشال، عشان بتتشال على طول جدا من السكر، ولو في اي دهون زيادة في بكتيريا، كل ده بيزيل تماما مع استخدامك للمقشر. وممكن ملح الحليب، ملح البحر الميت، مناسب جدا لفروة الراس، ما بيعملش اي تهيج ولا اي التهابات خالص. تمام، دي كانت اول حاجة لازم نتأكد منها. تاني حاجة الانيميا، ما تكونش في انيميا عندنا، واتفقنا واحنا قلنا ايه للانيميا، وكتبت في الفيديو اللي فات ايه اكتر حاجة للانيميا حلوة. طيب النهارده بقى هنعمل حاجه خطيره جدا جدا، مفعولها رائع، من اول اسبوع تلاقي نتائج كده كده. احنا معانا معلقه من الشامبو اللي هو العادي، ولا طبي ولا طبيعي ولا اطفال، ماشي، هحط عليه كوبايه من الميه زي ما انتم شايفين كده، ادوب بالراحه خالص زي ما انتم شايفين. هجيب الحل السحري فيتامين سي، اي قرص من فيتامين سي، في منها باكت كده وفي منها اقراص، اللي متوفر عندك فيتامين سي. انا فتحته يا حلوين، وهبتدي اضيفه على الشامبو بتاعي، هيعمل رغوه بسيطه اهو، خفيف قوي كده. انا عملت المكونات بتاعتي حاجه كده خطيره، ومعايا زيت جنين القمح، زيت جنين القمح اهو متوفر عند كل العطارين، بس عايزاه الخام. بصوا كده اوريكم العلبه بتاعته، ثواني. بصوا يا حلوين مكتوب كده، هو راحت فين؟ بصوا مكتوب ايه، زيت خام، تمام، من عند اي عطار موثوق فيه، سعره 15 جنيه بس، هيكفيكي مده حلوه. يعني تاخدي منه معلقه صغيره وبتبتدي تقلبي كويس المكونات بتاعتي دي. انا كده عملت خليط هايل لفروه راسي، تنشيط سريع، يعني تنشيط غير عادي. اول ما بنشط الدوره الدمويه بتبتدي تفرز كل الزيوت الطبيعيه اللي فيها، وتبتدي تديكي كثافه وطول ونعومه، حاجه كده جميله. بلينا شعرنا، نبل الشعر، نبتدي ننزل دماغنا لتحت وشعرنا كله لتحت برضه عشان الفروه تتحفز اكتر. باخد المكونات بتاعتي اللي عملتها وببتدي ادعك بالراحه بمساج كده وفروه الراس كويس جدا، شامبو اطفال. باخد القرص الاول وبدوبه في كوبايه، نص كوبايه من الميه يفور كويس، واخد معلقه من الشامبو اللي احنا ذكرناه دوت، واقلب بسيط جدا عشان الفروه ما سوري الرغوه ما تطلعش قوي. وباخد معلقه صغيره او نص معلقه كبيره من زيت جنين القمح، وبقلب زي ما انتم شايفين كده، تمام. في ناس برضو هتقتنع ان هي تحط الشامبو بتاعها المفضل اللي هي بيجي على شعرها، فانا حطيت لكم عليه ميه علشان خاطر اتجنب خطوره الشامبو نفسه اثناء نزوله على الفروه ما يعملش اي حاجه. انا كده هديت من خطورته شويه على فروه الراس، تمام. اتفقنا نزلنا دماغنا وشعرنا تحت وعملنا المساج كل حاجه، بسيبه لمده 5 دقائق او 10 دقائق لحد ما اغسل بقيه الجسم، وبعد كده بغسل شعري وشكرا على كده. تتعمل بقى لو انت بتغسلي شعرك مرتين في الاسبوع، اعملي مرتين في الاسبوع، 3، اعملي 3 مرات في الاسبوع، النتائج حلوه جدا جدا. اشربوا ميه كتير، كلوا فواكه كتير، كلوا خضروات كتير، اكل صحي، هتلاقوا النتائج حلوه جدا جدا. يا رب النهارده اكون افدتكم، ما كنتش طولت عليكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.